واحدين هنايا كانوا البارح خارجين في الليل باغيين يحرقوا. منهم وقلاش ست الدراري وشي جوج بنات. صافي يلا دخلوا شي 400 متر ولا 500، ضربتهم واحد الصخره لداخل وتخليهم الماء في الفلوكه. صافي وتقلبات بهم فلوكه وخرجوا جوج دريات ميتين 16 عام 17 بحال هكاك، وخرج دري بلا راس وشي جوج دراري باقا لداخل هنايا باقا الوسط. ما كيحرقوش، ما عمرش ما سويت، مازال كيمشيو من جديده من هنا مسيدي الحال، ما تيحرقوش منه. اول مره كتكون هاد القضيه هنايا. سمعوا ديك ديال السبته ومن الليليه مشاو 12000 واحد تما بغاو يغامروا تما من هنايا يمشي. وانت هنايا ما عمرك كاين شي ديال الحرايق ولا كيجيو الناس عادي للبحر هنا؟ كيجيو هنا لا عادي، كيدوزوا الصيف ديالهم كيمشيو هنايا لعائلاته. اما الحرايق ما كاينش من هنا، كاين من جديده، حيت دابا كاين المخزن من جديده تما كيحبسهم. قالوا من الناس مع قريبه جديده ما كاين لا مخزن لا والو، غادي نمشيو من هنايا. هاد الناس جاو العائله ديالهم هنا ولا جاو شكون؟ لما جات شي واحد حتى واحد ما خبارو هنايا، لقاوهم غير الدراري هنايا هاد اللي خدام في الشانطي هذا هنا، هما اللي لقاوهم. صافي لقاو جوج دريات داوهم البومبيه هنايا، كان جاو لهنا البومبيه والشرطه جاو لهنايا. هما غير الدراري من داو الدريات وداو داك الدريري بلا راس جا سميتو داو. رساله ديالي لهاد الشباب اللي الله يهديهم وصافي، اش لا نقول لك الله يهديهم. يخدموا غير هنا في المغرب راه احسن، حتى انا راه كاين ما يدير، راه غير انا ما مشيت هيد معاك المشاعر الخطا يلقاها، تمشي تضرب شماره وغيتعذب وغيتمحى عادي يقدر يدير لاباس ولا ما يديرش لاباس كاع. كنصحهم غير يخدموا غير هنا في المغرب، راه الخدمه موجوده اخي. ضروري اخي، انا رجيت لهنايا غير عاودوا لي تخلعت، دابا راه غاهبط غير نشوف انايا هنا وغنطلع بحال هاد. تشوف دري بلا راس خارج راه تو شدين الناس اليوم ولا لا. اما سيدي القارب اللي ماتوا في هاد الناس جايين من كازا من دار بيضاء، كيقولوا كاين شي 22 واحد خرجوا منهم شي جوج دريات ميتات وشي ثلاثة الدراري ووحدة حية، شي وحدة عندها 5 سنين وفي هاد المنطقة هنايا ديال المهارزة الساحل، وشي خرج سارد وداك الشيء شي جوج ولا ثلاثة، وقالوا 22 وشي باقا في البحر هنايا في هاد المنطقة هنا في هاد البلاصة هادي، هبطوا هنا ديريكت. قالوا مع شي جوج اللي رفسوا والديهم، وبنادم كيجي يقتل بنادم في البحر وصافي، هاد الشيء اللي كاين. وكنشكروكم بزاف، وشكرون. دوزوا مع شي حراق ولا شنو؟ قالوا حراق، ما عرفت هاد الحراق منين، وشوف منين هاد الحراق، هذاك الشيء جا قتل هاد عباد الله كواك ومشى بحال هاتو حشومه. هاد المنطقه كانت كتعرف الحرايق قبل؟ لا والو ما كيعرفوش الحرايق هنا كاع، البلاصه ما عمرها حرق منا شي واحد، الله ولا في هاد الشيء في شي عامين دابا باش ولا هاد الشيء هنا في هاد المنطقه هذه. وبنادم اخو الله يهديه وصافي، هاد الشيء اللي كنقولوا الاولى والاخرى الله يهديهم وصافي، هاد الشيء اللي كاين. بنادم كيمشي يتكرفس وكيخلي والديه في محنه وهذاك الشيء والله يستر وصافي، هادشي اللي كاين. وكنشكروكم، اللي بغى يمشي يتكرفس وبغى يمشي يموت وصافي، هادشي اللي كاين. وما راه هنا كاين بلاد ومزيانه فيها الحريه فيها كل شيء، يدبر على راسو ويدير بيعه وشريه يخربق يعيش هنا مخير هنايا. وبنادم كله كيشوف واحد خرج جايب طونوبيل جاي هادي كيقول لك راه مشيت انا نجيب طونوبيل، وانت هذاك راه مشى راه قاري وكذا وهادي ومشى بالخدمه ديالو بكل شيء والله يستر وصافي، هادشي اللي غنقولو وصافي. منطقة المهرزة الساحل إقليم الجديدة هولفمون، كنقولوها نصف قمر، هادي نصف قمر، هادي باش معروفة المهرزة الساحل، جامعة المهرزة الساحل، كفاية الجمعوي. الكلمة ديالي راني كيما قلت الإخوان وداك الشيء، حنا ما كانش في راسنا هادشي ديال الحراقة بما دخلت فلوكة هزت المواطنين وكل شيء. حنا ما كناش كنسناو هاد المنطقة غيكون فيها هادشي ديال الحراقة وكلشي. عندنا الأمن، عندنا الحراسة، الدرك الملكي دوز 3 الصباح 4 الصباح كتسيب ديما الدرك الملكي، أعوان السلطة كلشي الحمد لله خدام، ما نقولش خدامين، الله يزيدهم الله يعاونهم الله يسهل عليهم. حنا كنشوفوا اللي بقى فينا حنا هو هادوك الناس اللي كيتاجروا في هاد المواطنين، كيديهم للبحر على جوج فرانك باش يلوحوا هاد الإنسان، ما فيهمش الإنسانية، أولا ما فيهمش الإنسانية. اللي كيلوحوا هاد المواطنين يهزوا يتاجر بخوه يتاجر به يلوحوا وسط البحر، يقول لي غنديك لاوروبا، اوروبا راه هي عندنا هنا المغرب، الحمد لله عايشين واكلين شاربين الحريه كل شيء الحمد لله، اش خاصو؟ اش خاصو؟ ما خصنا والو الحمد لله. هذوك كانوا واحد من بير جديد، واحد من ولد البلاد، عاموني في هاد البلاصه عين المكان هي انا، طلع في الواد. عيطوا للوقايه المدنيه القياده والوقايه المدنيه اعوان السلطه كلشي، دخلوا الدرك الملكي الحمد لله، جاو شافوا لهنا. ولكن هذاك الانسان دار البحر ماشي حرق، هذاك الاجل كنقولوا الاجل، صافي الاجل تحت ليه مسكين طلع في البحر مشى الله يرحمه الله يرحمه. كيفاش 20 واحد كل باقي كيقلبوا عليه؟ يمكن اللي والدين في كازا، كاين اللي جديد، كاين اللي
20 واحد قال لك كلشي خرجوا السلطات كلشي داروا داك الطرق الملكي البحث ديالهم والقياده والمسائل وهذوك الناس اللي كانوا اللي قبضوا عليهم الطرق الملكي داروا معهم البحث كاين 20 واحد هي اللي كاينه اللي قالش حاجه اخرى راه كذوب حنا كنقولوا بصراحه الحق اللي كنقولوا احنا ما شفناش بما وقعت الواقعه في هذيك الساعه احنا كنقولوا اللي شافوا الناس واللي سمعنا حنايا بالنسبه للهجره السريه في هذا الشاطئ واش كانت ما كانتش والحمد لله ما بغيناش تكون حنا اقليم جديده عندنا الحمد لله خصو يبقى هز الراس مرفوع بالسلطات بالقيادات بالجماعات باي حاجه بالمواطنين باي حاجه خصنا حنا نقربوا المواطنين حتى السلطات خصها تقرب المواطنين باش نحتفظوا على بلادنا والحمد لله نتحدوا كل شيء يعني الانسان لا بقى بعيد ديما بعيد ديما بعيد راه ما غنتواصلوش كيفاش غنديروا ليد في ليد باش نزيدوا قدام هادو نصابه نصبوا عليهم واش كاين شي واحد غيمشي من هنا لاوروبا اسبانيا نص قمر غدير اسبانيا كره المغرب كامل خرج منها اسبانيا يعني كانوا كونترات ولا شي حاجه غنقولوا اي هاد الناس راه غاديين بهم ولا شي باقي فلوكا مدقدقا مهرسه كل شيء كتبوا على المواطنين نصبوا عليهم الله ياخذ فيهم الحق اولا الله ياخذ فيهم الحق والله يرحمك الناس اللي ماتوا تما والله يحصل ولاد حرام هاد الناس اللي كيديروا هاد العمليه خاصهم يتعاقبوا حنا ما كنسمحوش حنا كنقولوا الناس المسؤولين لا ما وقفوش في هاد القضيه ديال هاد الناس وعاقبوهم لا اله الا الله محمد رسول الله ان هاد الناس ما خصهم يتعاقبوا يعني انك تاجر فيك انت وتاجر في هذا وتاجر في هذا راه ماشي مواطن راه ماشي اسلامي وشكرا احتراماتي لك واش هادو اللي شافوا الناس ديال الشمال بغاو يحرقوا نضوا استغلوا هاد الدراري هادو باش يعني هادوك كما كنقولوا حنا ديال الشمال ديال هادوك غتكون كنقول نظن انا كنقول حنا الشمال ماشي بحال هنا هادوك اللي كيتاجروا بهادوك بغاو يديروا عمليه بحال ديال الشمال هادوك اللي داروا ديال الشمال كتصدق ليهم عندهم باركوات عندهم هادشي هنا اش عندك واش تدير فلوكه فيها جميترو وهز فيها 20 واحد عندك باخيره يعني ما كاين حتى حاجه هذا كينصب باغي تا وين يصب يجمع الفلوس صافي ويزيد يبيع ويشري في المواطنين ويزيد بحالهم الناس اليوم اباء اللي كندوي على الاباء ديال المهرسه بير جديد كازا طنجه القويره كنقول لهم الله يرضي عليكم راه بلادنا زينه وتهلاو في وليداتكم ووليداتنا وليداتكم كنقول لهذوك الشباب الصغار تا هما واحد الرساله كنقول لهم الله يجزيكم بخير اللي كذب عليكم كنقول عاود نحرق وعاود ندير داك الشيء راه ما كاين حتى حاجه راه نصب واحتيال عاد دخل لك وسط البحر يلوحك يقول لك راك في اسبانيا يبان لك ضو سيد رحالة ضو ازمور ضو طنجه يقول لك راه اسبانيا فين هي راه حرام هذا الشيء نتحدوا ونديروا شي حاجه نخدموا بها هذيك الفلوس اللي غيجمعوا غيحرقوا بها كشي نديروا بها كيوسكات شي حاجه اللي غيخدم بها الانسان هنا راه بلادنا بلاد الخير راه بلادنا بلاد الخير راه خاصها شويه انسان يفكر بعقله ويخدم ويزيد لقدام ان شاء الله شتي كيما قلت قويله لهذوك الناس لا 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 يبيع السيكوك نبيع الخبز نبيع الكبال 400 ريال في النهار ربح حلال طيب الله يجعل البركه قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم